مساء النور، مساء الخير للجميع. تمكن المنتخب الوطني التونسي من الفوز وديا على حساب نظيره الإيراني بنتيجة هدفين دون رد في آخر لقاء تحضيري لزملاء يوسف المساكني الذي جمعهم اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في الملعب الفرعي لاستاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة. وكانت تشكيلة المنتخب في الشوط الأول كالآتي: أيمن دحمان في حراسة المرمى، في الدفاع نلقاو كل من منتصر الطالبي، نادر الغندري، ياسين مرياح، محمد دراجر، علي العابدي، وسط الميدان إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبع المجبري، يوسف المساكن، ووهب الخزري في الهجوم. وجاء الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء سجلها بنجاح المهاجم نعيم أسليتي اللي تم إقحامه في الشوط الثاني، فيما سجل الهدف الثاني علي العابدي في الدقيقة 69. تم تغيير 9 لاعبين في الشوط الثاني: نادر الغندري اللاعب الوحيد الذي لعب مباراة كاملة، كما لم يشارك في المباراة 3 لاعبين وهم الخنيسي الجزيري براون، إضافة إلى الحراس الثلاث البلبولي بن سعيد ومعز حسن. هذا ودارت المباراة دون حضور جمهور ومنع الصحفيين من التصوير، يعني مباراة دارت في يعني أجواء تحفظ كبيرة من المنتخب، خاصة من المنتخب الإيراني اللي رفض ولا تنقل وسائل الإعلام أو تصور حتى أهداف المباراة، وإلا يتم نقل المباراة بصفة مباشرة من الميدان. إذن أبناء جلال القادري يكملوا مرحلة تحضيرية الأخيرة استعدادا للمونديال بفوز مهم، فوز مهم معنويا لكل اللاعبين، يعني وحسب بعض الصحفيين مردود المنتخب الوطني التونسي كان مردود جيد وقدموا مباراة ممتازة، خاصة الخطة اللي اعتمدها جلال القادري 3-5-2 كانت تتماشى يعني مع إمكانيات اللاعبين وهذا المطلوب. وبنسبة كبيرة هذه التشكيلة اللي باش نشاهدوها ضد المنتخب الدنماركي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم. اختبار ممتاز للإطار الفني وللاعبين للوقوف على إمكانيات كل اللاعبين تقريبا. كما قلت لكم تم إشراك 9 لاعبين في الشوط الثاني، تغييرات كبيرة يعني ما عدا 3 لاعبين ما شاركوش في المباراة، وأكيد اختيارات فنية، ولكن جلال القادري كما قلت لكم بدأ يحط في اللمسات الأخيرة للمنتخب، ونعرفوا أن المنتخب التونسي كي يلعب 3-5-2 ينجم يقدم مردود ممتاز، ينجم يسجل كما ينجم وكما يكون في الدفاع، يعني دفاعين ممتاز، هذا اللي نحبوه وهذا اللي نتمناه خاصة في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب الدنماركي. إن شاء الله يعني منتخبنا يعمل نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية. لأن متابعينا الكرام هذه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي من الدوحة من قطر، إن شاء الله نتقابلوا في أكثر أخبار وإن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات جديدة. ولكن قبل ما نكمل الفيديو ما تنساوش ونأكد عليكم على دعم القناة ومثالش تفاعلوا معنا على القناة وتتفاعلوا معنا في الفيديوهات اللي نهبطهم، خليوا كومنتيرات، أعملوا تعليقات، نجاوب على الناس الكل بحول الله، ودعمكم هو اللي يخليني نواصل ونزيد. شكرا لكم على حسن المتابعة وإن شاء الله نلقاكم بخير.